نخيل السايكس أو عروسة الحديقة من أسهل نباتات الزينة اللي ممكن نزرعه، لكن بيتأثر بأشعة الشمس القوية وبالحرارة الشديدة وبموجات الهواء شديدة الحرارة. فبالتالي هناخد نخيل السايكس، هنفصل فسائل نخيل السايكس في موسم الربيع وفي موسم الخريف. لو عندي كمية كبيرة فبالتالي هضطر إن أنا أعمل زي ما اشتغل، أجيب الصيص وأعبيه تربة، التربة تكون خفيفة والصيص يكون فيه فتحات تصريف، والتربة نفس الشكل تتخمر في المي، ترطب في المي، وده عشان ما اضطرش ان انا اروي في المراحل الاولى ويحصل عفن للسايكس. اترك الصيص لحين ما التربة تتشبع بالمي. هنا هيكون المشتل، كل ما هيكون عندي اشتل هرجع مرة تاني وتالت ورابع وازرع الشتل عندي في الصيص ده. لو عندي شتلة واحدة بس فهو الصيص هيكفي لي الشتلة. طبعا احنا بنفضل نعمل مشتل سايكس في الصيص سواء كنا في الخريف او كنا في الربيع، وده لسبب اساسي. لو كنا في الخريف او كنا في الربيع عشان لو دخل علينا موسم البرد الشديد الصقيع نقدر نتحكم في مكان الصيص ونغير مكان الصيص، ده لو كنا في الخريف. ولو كنا في الربيع عشان لو دخل موسم الحر الشديد نقدر نتحكم في مكان الصيص ونغير مكان الصيص. وهاخد بعد كده السايكس، افتح فتحه واحط السايكس واقفل عليها بنفس الشكل. هاخد السايكس وازرعها بنفس الطريقه، كل ما يجي عندي اشتال نفس الطريقه ازرعها شتله واثنين وثلاثه واربعه، خلاص ده اصبح عندي زي ما اشتغل. هروي بس وقت ما الاقي ملاحظ بدايه جفاف سطح التربه هرجع اروي. ده بقى هيكون كل يومين كل ثلاثة ايام على حسب الجو عند كل واحد فينا. اول ما الاحظ جفاف سطح التربة هرجع مرة تاني واسقي. هنا ما شاء الله السايكس اوراقها بتتفتح، كل يوم بتفتح نباتة عن بوم لقبه، وضع النبتة اصبح ممتاز جدا جدا. هنا دي الورقة الرئيسية اللي انا زرعتها، ودي عندي الورقة الجديدة. الورقة اصبحت عندي ورقة حقيقية ورقة اساسية، ويصبح عندي ورقة جديدة وشتلة جديدة من السايكس، والورقة القديمة اللي كانت في الشتلة الأم أقدر أقصها وأتخلص منها وأقدر أنتظر، وكل شوية هلاقي عندي نمو جديد. هنا لو لاحظنا بداية برعم جديد.